middle of all this unrest is the tiny country of Lebanon. The culturally and religiously diverse nation has been caught in a huge tug of war between neighboring warfare and discord. So what's going on? ما عم بفهم شي من شي، أفكاري كلها مشوشي، معقدي ومعركشي، اللي كيف بروح. ما عم بفهم شي من شي، أفكاري كلها مشوشي، معقدي ومعركشي، اللي كيف بروح. ما عم بفهم مين مع مين، اللي كيف بروح. ما عم بفهم نحنا شو يلي باقي عم ينهشو، واللي واعي حششو، اللي كيف بروح. ما عم بفهم شو السيرة، كله ماشي عالخيرة، والحياة قصيرة، اللي كيف بروح. حلب من الرباط لشط العرب، أي تاريخ عم ينكتب، اللي كيف بروح. ما عم بفهم على حالي، ما توخذني على سؤالي، على الوطن اللي ببالي، اللي كيف بروح. Lebanon has been in a state of political turmoil.